مشاهدينا الكرام، مساء الخير على حضراتكم في كل مكان. بنرحب بيكم وموعد بالتجديد مع حضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أفريكان فوتبول ليج، واللي أكيد بنتابع من خلاله كل المستجدات الخاصة ببطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى والمقامة بداية من يوم 20 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر القادم. وطبعا هنكون عندنا حديث مطول مع حضراتكم عن تفاصيل كتيرة متعلقة باللقاءات المرتقبة النهاردة إن شاء الله في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم. ولكن في البداية حابين نكون بنرحب بضيفنا الأستاذ أحمد عصام الناقد الرياضي في جريدة اليوم السابع. مساء الخير عليكم، منور الدنيا. أهلا بك يا مريان، وأهلا بكل متابعي. أكيد النهاردة يوم مرتقب ومنتظر في بطولة مستحدثة، ولكن لفتت الأنظار والكل بقى مركز معاها ومستني كمان لقاءات نصف النهائي بالتحديد لمدى قوتها، وزي ما احنا قادرين نقول عليها ممكن يتم تصنيفها كنهائيات مبكرة. بالظبط، احنا عارفين ان البطولة بدأت من دور الثمانية سريعا، وحتى من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر الوقت ضيق جدا، فما فيش مجال لأي حاجة. هي كل مباراة تعتبر نهائي مبكر. شفنا حتى في الافتتاح الأهلي بيلعب سيمبا، يعني على الورق سيمبا يعتبر فريق صغير جدا قدام النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي يعني عدى بصعوبة وكانت المباريات صعبة. نفس الكلام بالنسبة لصن داونز، كسب بره ملعبه بسهولة جدا لكن اتعثر على ملعبه، فما نقدرش نقول ان في حسابات او في اي حاجة مضمونة في البطولة. بالظبط، ودي حلاوة الماتشات ودي حلاوة هذه البطولة، وبكل تأكيد المنافسات داخل القارة السمراء بتبقى ليها قيمة ومتعة كبيرة جدا بالجماهيرية والشعبية اللي بيملكها عدد كبير من الأندية في القارة الإفريقية. نستعرض مع حضراتكم سريعا اللقاءات اللي هنكون بنتابعها النهاردة في إطار دور الذهاب من نصف نهائي البطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم. والبداية هتكون الساعة 3 العصر بلقاء النادي الأهلي واستضافة سان داونز الجنوب إفريقي لي، والساعة 8 مساء هنكون بنتابع لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي. أقل من ساعتين بالظبط هيكون في انطلاقة لمباراة هامة وحاسمة في ذهاب نصف نهائي البطولة المستحدثة ما بين سان داونز والنادي الأهلي في سيناريو ممكن نقول عليه أصبح متكرر في السنوات الأخيرة، في مباراة بالتأكيد بيسعى فيها النادي الأهلي للعودة من بريتوريا بنتيجة إيجابية ممكن تكون بتسهل الطريق بشكل أكبر في مباراة العودة اللي هنكون بنتابعها إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي. دي أكيد هتكون في القاهرة وفي تحديدا في استاد الرعب، بينما بقى على الجانب الاخر وفي الدار البيضاء بيقام ديربي عربي خالص ما بين الوداد المغربي والترجي التونسي لتحديد الطرف الثاني من النهائي، واللي الحمد لله زي ما احنا بنكون بنتابع كده معاكم اصبح في ضمان لوجود نادي عربي هيكون طرف من طرفين المباراه النهائيه. بكل تاكيد في هذا اليوم بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي المصري. أكيد يعني الكورة متعتها إن دايما الماتشات غير متوقعة، حتى لو كان على مدار التاريخ لم يكن موفق النادي الأهلي في مبارياته في بريتوريا في مواجهة سان داونز الجنوب إفريقي، ولكن بنتمنى بإذن الله تكون البداية والانطلاقة بالتوفيق من مباراة اليوم بطولة مستحدثة، ويقدر النادي الأهلي يكون بيحقق فوز غالي خارج الديار وتحديدا على منافس يعني بلغة الكورة كده رخم على أرضه وبجمهوره في المدرجات عنده. دايما بتكون الماتشات خارج الديار ليها حسابات مختلفة، وده اللي اتأكد من تصريحات مستر مارسيل كولر من البداية من أول مواجهة واجه فيها سان داونز، وقال إن رؤيته للمنافسات داخل القارة الإفريقية اختلفت بنسبة 100%، ومن ساعتها شفنا الأهلي تحت قيادة مستر مارسيل كولر منذ هذه الخسارة بيتحول وأظهر أنيابه سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريقي. بالظبط زي ما قلتي كده، سان داونز فريق رخم لكن في نفس الوقت ساذج. يعني سان داونز خلينا نتكلم على النتائج الكبيره اللي حصلت والخماسيات والكلام الكتير ده كله، تعالي نبص بقى نشوف جمهور سان داونز شايف المباراه ازاي.
قبل يومين صن داونز اعلن رسمي ان المباراه هتتفتح بالمجان للجماهير، ووصف المباراه بالديربي الافريقي. احنا هنا يعني بنهزر مع بعض، وجمهور الزمالك بينكش جمهور الاهلي، بيتكلم على انها خمسه جديده وكل مره بنروح بتبقى خمسه، لكن هناك جمهور صن داونز مستاء جدا من اللي عمله اداره ناديه. بيقولوا اولا انت ازاي توصف مباراه زي دي بان هي ديربي افريقي؟ هم شايفين ان النادي الاهلي بعيد جدا ومستائين من يعني نقدر نقول الكره الحلوه قوي اللي بيقدمها صن داونز، وقدامها ما فيش نتائج كبيره على المستوى الافريقي. يعني ما حدش اتكلم خالص على موضوع الخمسه، ما حدش اتكلم على ان النادي الاهلي خسر مرتين على الملعب ده بنتيجه 5-0 وبعدين 5-2، لان التاريخ بيحفظ البطولات والجوائز اللي في الخزائن، مش هم متضايقين بيقولوا ازاي انتوا كده بتقللوا مننا، يعني زي ما احنا بنقول بالبلدي، يعني بيقولوا ازاي بتوصفوا المباراه دي بان هي الديربي الافريقي، احنا في فروقات كبيره جدا بيننا وبينهم. احنا دلوقتي حان الاوان او ان الاوان ان نشوف صن داونز بيكسب بطوله افريقيا، بيكسب وهو عنده الفريق ده. عارفين طبعا ان اخر بطوله كسبها صن داونز كانت في 2016، احنا النهارده عدى تقريبا 7 سنين على الموضوع دوت، عمر كبير جدا. وفي الوقت دوت صن داونز بيقدم كره حلوه، بيكسب بنتائج كبيره، بيكسب انديه شمال افريقيا اللي هم شايفينهم البعبع او القدوه بالنسبه لهم في جنوب افريقيا. الناس كانت متضايقه جدا من وصف المباراه بالديربي، وناحيه الثانيه بقى جمهور كايزر تشيفز مثلا دخل بقى كان بيحفل عليهم ان انتوا بتفتحوا المدرجات مجانا عشان انتوا عارفين ان ما بيجيلكوش جماهير عشان انتوا خايفين من الاهلي. فالموضوع هناك في ضغط كبير جدا على لعيبه صن داونز، اعتقد ان دي هتخلي الحوافز والدوافع عندهم اكبر بكتير جدا كمان من الاوقات السابقه اللي كنا بنروح فيها جنوب افريقيا. هنشوف وهنتابع هذا اللقاء المرتقب، وقت قليل جدا بيفصلنا عن صافره بدايه احداثه، وبكل تاكيد حسابات كتيره جدا في غرفه خلع الملابس بالنسبه للنادي الاهلي، وكمان على الصعيد الاخر في فريق صن داونز، ولكن باذن الله تكون ضربه البدايه فيها توفيق كبير للنادي الاهلي ويرجع بفوز او بنتيجه ايجابيه تسهل الطريق عليه وتمهده وصولا باذن الله لمباراه النهائي في هذه البطوله الدوري الافريقي لكره القدم. بعد هذا الفاصل نواصل حديثنا عن هذا اللقاء، خليكم معنا. صن داونز يستضيف نادي الاهلي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطوله الدوري الافريقي لكره القدم، وطبعا يعني بكل يعني تاكيد اصبح الفريقين كتاب مفتوح لبعض على مدار اكثر من مواجهه كانت في وقت قصير جدا، والفريقين بيملكوا عناصر قويه، الفريقين بيملكوا امكانيات كبيره جدا، فبالطبع لدى الفريقين اسلحه ممكن يكونوا بيواجهوا بعض بيها، وازاي ممكن تكون كل فرقه بتحاول توقف نقاط القوه اللي بيملكها الفريق الاخر. في التقرير التالي هنتابع ابرز القوى اللي بيملكها كلا الفريقين وممكن ازاي يتم بقى التعامل معها. خلونا نتابع التقرير ونعود مره تانيه. مباراة فنية كبيرة مرتقبة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا بين فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والأهلي في ذهاب دور النصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، ويتسلح كل فريق بعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات العالية في مباراة اليوم من القادرين على توجيه الكفة إلى فريق على حساب الآخر. وبالرغم من غياب أكثر من لاعبين عن فريق صن داونز على رأسهم هداف الفريق بيتر شالوليلي صاحب 12 هدف، إلا أن الفريق ما زال يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين القادرين على تشكيل الخطورة على مرمى الأهلي، بداية من صاحب الخبرات الكبيرة ثامبا زواني إلى جانب صانع الألعاب التشيلي مارسيلو ألاندي والذي سجل الهدف الأول لصن داونز في مرمى بيترو أتلتيكو، وأيضا الجناح الأرجنتيني جونيور مينديتا، وأيضا حارس المرمى المتألق رونوين ويليامز والذي تصدى لركلة جزاء في مباراة بيترو أتلتيكو. أما الأهلي وعلى الجانب الآخر فيتسلح مع مديره الفني السويسري مارسيل كولر بالثلاثي الهجومي حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا
هداف البطولة الحالية بهدفين، مع عودة الفرنسي أنتوني مودست بعد تعافيه من الإصابة، وسيعول كولر على قدرات محمد مجدي أفشة لتعويض غياب إمام عاشور ليكون بجانب الثنائي أليو ديونغ ومروان عطية في الشكل المتوقع لوسط ملعب الأهلي، إذ سيكون وسط الأهلي أمام تحد قوي بجانب خط الدفاع لتقليل خطورة هجوم ماميلودي سانداونز. بكل تأكيد فرقتين أصبح عندهم من الإمكانيات الكبيرة أنهم يكونوا بيمتعوا كل مشاهدين القارة السمراء بمبارياتهم، ده اللي حصل على مدار كل المواجهات السابقة يا أستاذ أحمد، ولكن إحنا بنتكلم عن فرقتين زي ما كنا بنقول أصبحوا كتاب مفتوح، ولكن إيه اللي ممكن يكون مختلف ما بين اللقاء اللي هنتابعه خلال وقت قليل واللقاء الأخير اللي واجه فيه النادي الأهلي سان داونز؟ يعني خلينا نقول اول حاجه ان المباراه هتكون منقول على اون تايم سبورتس، ده بالنسبه لنا دي اول نقطه قوه في المباراه واختلاف كبير عن المباراه اللي فاتت. لكن برضو خلينا نتكلم على المباراه اللي فاتت، كان مارسيل كولر نقدر نقول ان هو كان لسه بيتحسس طريقه، كان لسه ما فهمش الكره الافريقيه عامله ازاي كويس. رحنا هناك يعني النادي الاهلي لعب مباراه مفتوحه شويه وكان في اخطاء دفاعيه وكان في اخطاء من محمد الشناوي، لكن الراجل كان يعني متفوق على اللي حصل قبل كده في 2019 ان النادي الاهلي قدر يسجل هدفين وكان قريب جدا والمباراه كانت قريبه من النادي الاهلي، لكن بعد كده ما تعرفيش ايه اللي حصل، المباراه فتحت ووصلت لخمس اهداف تاني. اعتقد ان كولر النهارده داخل المباراه عامل حساب كويس جدا لفرقه سان داونز، هو عارف طبعا النادي الاهلي وقيمته الكبيره، لكن هو اتحط السنه اللي فاتت او السنه دي في اولها في شهر 2 في موقف كان اصعب شويه، معرفش يتعامل معاه وقتها، لكن اعتقد النهارده هيكون عنده خبرات اكبر. حاجه تانية كمان، الجو النهارده احنا بنتكلم في توقعات بسقوط امطار، في توقعات بسحب في بريتوريا النهارده، الطقس مش هيكون حر جدا زي ما كان في شهر 2، اعتقد دي ممكن تفرق شويه. الاكسجين برضو اللعيبه كان عندها دايما مشكله لما بتروح جنوب افريقيا مع نقص الاكسجين في وسط المباراه، الامور بتبقى مش احسن حاجه. النهارده النادي الاهلي مسافر قبل المباراه بثلاث ايام عشان اللعيبه تقدر تتعود على الجو ده، وادى اكتر من تمرين في وقت المباراه الساعه 3 العصر. اعتقد كل دي امور هتسهل مهمه النادي الاهلي النهارده شويه، وهتخلي المباراه مش بصعوبه المباراه اللي حصلت السنه او في بدايه السنه دي قدام سان داونز والنادي الاهلي خسر مع كولر بخماسيه. النهارده ان شاء الله يعني ممكن نشوف تشكيل مختلف من كولر، في كلام كبير جدا على انه النهارده هيلعب بثلاثة في نص الملعب ديفندرات، هيقفل الدنيا، هيعتمد على المرتدات وسرعات لعيبته. لو جينا بصينا على الفرقه النهارده، احنا بقالنا فتره عمالين بنتكلم سان داونز عنده لعيبه كتيره مهمه غايبه، لعيبه كتيره مهمه غايبه. لو جينا بقى بصينا على النادي الاهلي نفس القصه، انت عندك النهارده امام عاشور مش موجود، عندك محمود متولي اللي يعتبر قلب الدفاع الثاني اللي جنب عبد المنعم الاساسي مش موجود، عندك نقدر نقول ان مودست مش موجود، يعني المهاجم اللي النادي الاهلي طول عمره بيدور عليه بعد ما جابه، الراجل مش جاهز بدنيا خالص والراجل عنده مشاكل كبيره لسه ما قدرش يخش مع الفرقه. نقدر نقول ان دي غيابات برده مهمه ومؤثره عن النادي الاهلي. اكرم توفيق برده مش موجود، كريم فؤاد واحد من اهم اسلحه كولر الهجوميه الراجل خسره بسرعه قوي، يعني بدا بيه الموسم اللي فات وكان اكتشاف كولر ان هو يلعب جناح وكان بيأدي بشكل كويس جدا، لكن كولر نقدر نقول ان هو مطور لعيبه كتيره. بنتفرج على كهربا بقى عامل ازاي مع كولر، حسين الشحات، ورضا سليم دخل سريعا في الفريق بالظبط. يعني نقدر نقول ان الفرقه دلوقتي فيها اصبح من يعني من اللاعبين الاساسيين اللي بيملكهم دلوقتي النادي الاهلي بالظبط بنسبه كبيره. ممكن نشوف النهارده كوكا جنب مروان جنب ديانج ونص بالزبط. ملعب بقى ناري النهارده عشان يفسد كل الهجمات ونركن الاتوبيس ونخرج ان شاء الله باقل الخسائر باذن الله. النادي الاهلي يكون قادر على العوده مره ثانيه الى القاهره والملاقات سان داونز في مباراه العوده، ولكن على استاد القاهره بمعنويات عاليه وبنتيجه ايجابيه يكون قدر يحققها ان شاء الله في مباراة اليوم. بعد هذا الفاصل نواصل حديثنا مع حضراتكم، خليكم معنا.
الأجواء الخاصة بمباريات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم أصبحت يعني متصدرة المشهد بشكل كبير جدا، وخصوصا كمان على مستوى متابعة الصحافة وكل المواقع لكل المباريات المرتقبة بإذن الله بداية من اليوم في دور الذهاب لنصف النهائي. خلونا كده نستعرض معاكم، وطبعا أستاذ أحمد تكون متعلق لنا عن أبرز التعليقات والمواقع بتتكلم إزاي عن لقاءات النهاردة، والبداية مع موقع بطولة الدوري الافريقي واللي كاتب سان داونز والاهلي بيتواجهان في نصف نهائي بطوله الدوري الافريقي في بريتوريا، وطبعا هذا اللقاء يعني علشان في بريتوريا ليه الاجواء الخاصه بتاعته، فبرضه بقى بيتم يعني الحديث والنظر للنقطه دي بالتحديد. كمان صحيفه سيتيزن الجنوب افريقيه كتبت بيرسي تاو واثق من فوز الاهلي امام سان داونز، والكل طبعا على معرفه يعني بيرسي تاو من جنوب افريقيا، وطبعا كان لاعب في صفوف النادي الجنوب افريقي سابقا. وكمان صحيفة الصباح التونسية اتكلمت عن مباراة الوداد والترجي وقالت الترجي بيفقد الثنائي بن حميدة والعايب في مباراة اليوم. وكمان موقع 360 سبورت المغربي قال أيوب العملود لاعب الوداد ينافس على جائزة مالية كبيرة في الدوري الإفريقي. دي كانت بعض العناوين في المواقع والصحف اللي بتتابع مباريات اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الافريقي. وعلشان نخش مع حضراتكم سريعا في اجواء اللقاء المرتقب اللي هيكون بينطلق بعد اقل من ساعتين، مواجهة سان داونز والنادي الاهلي، بينضم الينا من جنوب افريقيا الصحفي مسكيبي ماتسيباني عبر الهاتف. مساء الخير عليك. Well, thank you and good afternoon to you too. شكرا ومساء الخير. بنتشرف ان حضرتك معانا، وحابينك كده تقربنا اكتر من الاجواء الخاصه بمباراه اليوم والمدرجات وملعب بريتوريا هيكون بيستضيف ازاي هذا اللقاء. شكرا جزيلا لهذه الاستضافة، ولكن الأجواء عظيمة في هذه اللحظة. طيب يعني مستر ماسكي بيتكلم عن ان الجو مش برد جدا زي ما كان يعني في احاديث بتتكلم عنه، ولكن في استعدادات مهمه جدا هتكون طبعا حاصله في الملعب وان في حماس داخل المدرجات. خليني برضو اسالك يعني في رايك النهارده المباراه ممكن تكون بتمشي ازاي، خصوصا ان السجل السابق لفريق سان داونز امام النادي الاهلي على ملعبه جيد جدا، فهل شايف في حسابات متشابهه في مباراه اليوم، ولا ممكن يكون بنتابع مباراة فيها ندية كبيرة وعلى أرضية الملعب يكون الحظوظ حاضرة للفريقين؟ لما نحاول نقارن بين الماتشين خاصة في الدوري الأفريقي، عندما تعادل سان داونز في رواندا في يوم الأربعاء كانت ظروف سان داونز أفضل، ولكن أغلب الماتش لكن سان داونز يسعى دائما إلى السيطرة، واليوم لن يختلف كثيرا أمام الأهلي لأنهم على وعي تام بكيفية الفوز، وقد أحرزوا 5 أهداف في الماضي في هذا الاستاد، ولذلك فإن الطريقة التي سيتبعها سان داونز ستكون هي نفس الطريقة، ولكن بالطبيعي أن يتم بعض التغييرات في بعض التشكيل، ولكن سوف يسعى سان داونز إلى إحراز أكبر عدد من الأهداف يقدر عليه ثم يحافظ على هذه النتيجة، ولكني على ثقة أن سان داونز سيكون لديه القدرة على إحراز أهداف في مباراة اليوم، ولكن هدفين أو 3 أهداف قد يؤهلنا بنسبة كبيرة إلى النهائي، خاصة في لقاء العودة في مصر.
احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نكون بنتابع مباراه ممتعه، ولكن اكيد بنتمنى فيها التوفيق للنادي الاهلي. الصحفي الجنوب افريقي مسكيبي ماتسيباني كان معانا عبر الهاتف من جنوب افريقيا، ويعني المتابعه والاستعدادات الخاصه لفريق سان داونز لملاقات النادي الاهلي النهارده ان شاء الله. انا حابه اشكرك شكرا جزيلا، الصحفي والنقد الرياضي في جريده اليوم السابع احمد عصام نورتنا، وان شاء الله نكون بنبارك للنادي الاهلي بعد انتهاء المباراه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، تحياتي موصوله لحضراتكم مشاهدينا الكرام. بعد قليل الاستوديو التحليلي الخاص لمباراة سان داونز والنادي الأهلي، طبعا هتقدروا تتابعوا اللقاء وكل التفاصيل وكل الكواليس عبر قنوات اون تايم سبورتس. بتمنى لحضراتكم مشاهدة طيبة وكل الأمنيات بالتوفيق للنادي الأهلي. بشكركم شكرا جزيلا.